النهاردة هنتكلم عن مكان من أغرب الأماكن الموجودة في العالم وأكثرها كآبة. كل السكان اللي قريبين بيأكدوا إن المكان ده مسكون، ولو عديت من قدامه بالليل لازم تشوف وتسمع أصوات الهمس. بس الأول قبل ما نبدأ حكايتنا، ياريت لو أنت مش مشترك في القناة تنزل تشترك بسرعة وتفعل الجرس عشان حكايتنا توصلك أول بأول. يلا نرجع لحكايتنا. حكايتنا النهاردة عن جزيرة اسمها جزيرة الدمى. الجزيرة دي موجودة في المكسيك، وبالظبط موجودة في الجنوب من العاصمة مكسيكو سيتي. لسنين طويلة ما كانش في الجزيرة دي غير كوخ واحد بس عايش فيه راجل وحيد، وكان هو الساكن الوحيد للجزيرة. تعالوا نعرف قصته مع بعض. الراجل ده كان اسمه جوليان سانتانا، وكان معروف في مدينته وبين الصيادين باسم دون جوليان. بس كان رأي كل سكان المدينة انه شخص غريب الأطوار. ليه بقى كانوا بيقولوا كده؟ لأنه كان شاب أنيق جدا، وعنده زوجة وأطفال ووظيفة مرموقة، ده غير أنه من عيلة كبيرة جدا، وكان فعلا عايش حياة كريمة. ودايما كان كل كام أسبوع بيروح من المدينة يزور الجزيرة دي، نظرا أن في صلة قرابة بينه وبين أصحاب الجزيرة الأصليين، وكان بيقعد مع نفسه يتأمل البحر بالساعات. وفي مرة كان قاعد كالعادة وبيبص على المية، وعينه جت على طفل بنت صغيرة تحت المية لابسة فستان أبيض وفي شرايط عمالة المية تحركه، بس ما كانتش بتطفو، كأن حاجة مسكاها من تحت. فضل طبعا مركز لأنه افتكر إنها ممكن تكون طفلة غرقانة، لحد ما الطيف ده قرب بدرجة كافية من سطح المية، لقى فعلا بنوتة في غاية الجمال. شعرها أصفر طويل وعينيها زرقاء ومفتوحة، بس مفتوحة على الآخر وبتبص له. دون ما ترددش ثانية نط بسرعة جوه المية عشان يطلع البنت، بس المفاجأة إنها طلعت عروسة من المطاط. دون طلع من المية وبقى هيتجنن، هو متأكد إنه شاب بنت حقيقية من دم ولحم، وكانت بتبص له. المهم وهو في الطريق لبيته قابل صياد قعد يتكلم معاه وحكاله على اللي حصل واللي شايفه. الصياد أكد له إن كان في بنت من زمن بعيد قوي فعلا الناس لقت جثتها في نفس المكان اللي انت بتوصفه ده بالظبط، ومحدش يعرف هي غرقت إزاي ولا ايه حصل لها. ومن هنا دون اتاكد انه شاف شبح البنت فعلا وانه مش بيهلوس. ولما رجع بيته كان على غير طبيعته، كان ساكت وسرحان، حتى ولاده اللي متعود يلعب ويهزر معاهم اول ما يروح عدى من جنبهم ولا كانه شايفهم، ودخل اوضته ونام. وطول ما هو نايم بقى بيحلم بكوابيس بالبنت الصغيره بتستغيث بيه انه يلحقها، وبتطلب منه يرجع الجزيرة. فضل دون على الحال ده فترة، ومرة واحدة وبدون مقدمات مشى وساب كل حاجة وراه، شغله وبيته وزوجته وأولاده، وراح بنى كوخ على الجزيرة وقعد فيها، وبقى هو الساكن الوحيد على الجزيرة. وفضل كل يوم يروح يقعد بالساعات عند نفس المكان اللي شاف فيه شبح البنت اللي كان بيقول عليه. والغريب واللي مش منطقي أبدا إنه كان كل يوم بيلاقي في نفس المكان عروسة شكل من المطاط، وينزل المية ويطلعها وياخدها ويروح يعلقها على أي جزع شجرة في الجزيرة. ووصل بيه الهوس إنه بقى يروح المدينة ويقعد يدور في مقالب الزبالة على العرايس أيا كان شكلها بقى وحالتها، مقطوعة فاقدة جزء من جسمها بعين واحدة، أي عروسة وخلاص، ويرجع يعلقهم على جذوع الأشجار على الجزيرة. ومش بس كده، ده بقى كمان بيزرع على الجزيرة وياخد المحصول ويروح يقايد بيه الناس مقابل أي عروسة، ويرجع برضو يعلقها على الشجر في الجزيرة. وفضل سنين على الحال ده، بقى شبه ما بيتكلمش ومش بيعمل حاجة في حياته غير انه مكرسها في تجميع العرايس وتعليقها على جذوع الشجر، لحد ما الجزيرة بقى ما فيهاش شجرة ما عليهاش عروسة واثنين وثلاثة، وبقت عبارة عن معرض كبير للدمى القبيحة والمرعبة. وفي سنة 2001 الصيادين لقوا جثة دون جوليان في نفس المكان اللي كان بيشوف فيه طفل بنت الصغيرة، واللي البنت الصغيرة غرقت فيه من سنين، وهو هو نفس المكان اللي كان بيلاقي فيه العرايس المطاط، وساب وراه أغرب الجزر وأكثرها كآبة. ولحد دلوقتي محدش يعرف ليه ولا إيه اللي حصل مع الراجل ده ولا مع البنت الصغيرة، عشان الاتنين يموتوا في نفس المكان وبنفس الشكل، بس الفرق شوية سنين.
والصيادين وأغلب سكان المدينة بيأكدوا أن العرايس دي مسكونة بالأشباح وإنها بتتحرك وبتلف راسها في اتجاه أي حد معدي كأنها بتبص له، وكمان بيسمعوا صوت همس العرايس دي وأصوات ضحكات مخيفة خصوصاً أول ما الليل يجي، وإن العرايس بتدعوهم يدخلوا الجزيرة ومحدش فيهم بيحب يقرب من الجزيرة أبداً بالليل، لكن بيزور آلاف السياح الجزيرة دي سنوياً على الرغم من إنه ما كانش مخطط إنها تبقى نقطة جذب سياحي. لو عجبتكم قصة النهاردة اعملوا لايك للفيديو وشيروا لأصحابكم وعرفونا رأيكم في الجزيرة وقولونا تصوركم ممكن يكون إيه حصل للراجل والبنت دي في الكومنتات، واكتبولنا حابين نتكلم عن إيه الحلقة الجاية. استنونا في حلقة جديدة من حكاية نص الليل. كانت معاكم تيا، أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.